السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا وين على زيدان لعاب تاع المنتخب الوطني 86 جمال زيدان. ان شاء الله نتمنوا له كل الخير ونتمنوا له الشفاء ان شاء الله بربي. هذا اللعاب أسطورة تاع كرة القدم، وين الصحافة اللي ما يتكلموش عليه بزاف، أسطورة وراه يشوف فيا، ونتمنى نبلغ له السلام فاني. ماذا بيا السي العربي المهدي الهادي يبلغ له السلام. السي العربي الحارس مرمى تاع اللي يلعب اللي ضربوه في مصر، ضربوه في مصر في 89 اللي لعبوا ضربوه كلش، خرج موراها دخلوا ومركاو له البنت وخرج مبليسي كلش. نتمنوا له فانيك ان شاء الله بربي النجاح في الاكاديميه الصغيره اللي راه دايرها تاع حراس المرمى. عنده اكاديميه صغيره يخدم لي غارديا، يصنع لي غارديا. تمنوا يعاونوه فانيك، وين بلعوا عليه فانيك، مبلعين غابنينا شويه. وين شو كيفاش المنظومه هذه في المسؤول تاع كره القدم بلع على كاع الناس، حطم بزاف ناس، ما خلاش ما دق دق لي زي كول دق دق بزاف صوالح ماشي غير. حنا نتمنوا عمي العربي بلغ السلام لجمال زيدان. وين الفيفا يهنئ جميع اللاعبين قدماء ما عدا الأيقونة بن شيخ بكل بساطة، لأن بن شيخ ليس له عيد ميلاد، فهو مولود خارج زمن الكرة الأرضية. سهلا يا بن شيخ، والله لبهب لينك. وين تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للنجم المنتخب الجزائري السابق جمال زيدان الذي يتم 65 سنة أمس، وشارك مع محاربي الصحراء بنسختين كأس العالم 1982 1986، وسجل هدف جميل من مخالفة مباشرة، وين شنا كيفاش، وكان صاحب القذفات القوية، وكان عنده الفيزي تاعو، كان الفيزي كان تخلي ثغرة صغيرة ما في المير ولا او دي بالو تقول لي يدير لها الاخر تاعها تروح، ما كاش زيدان هذا وين لاعب كبير. نتمنوا كما يقول لك اللاعبين تاع المنتخب ما نساوش هذا التاريخ، ما نساوش حنايا، ما نديروش على ماجر وبالشيخ بعض اللعابه اللي يشوهوا الصوره تاع اللاعبين تاع 82. واحد كيما مدريد عمره لا هدر، واحد كيما مرسقال عمره لا هدر، فهاني كنقولوا كاع كي والو. لا خرجوا ناس ما لعبوش كيما نهضروا على بالشيخ. بالشيخ ما كانش قطعه اساسيه في المنتخب الوطني يا عباد الله، لازم تعرفوها، ما كاش قطعه اساسيه في المنتخب الوطني الجزائري. قال لهم بلي انا نورمالمون انا برومي ندي بالون دور هنا في الجزائر، يا ودي مشي انت، انت كنت قطعه اساسيه مع المولوديه بصح في المنتخب الوطني عمرك لا كنت قطعه اساسيه عند مدربين. المدرب اللي يجي يحطك رو بلاصو، النهار اللي داروا على بالك بلي هذه نعطيها لكم، النهار اللي داروا نقولوا حنايا ثوره كبيره في الرياضه الجزائريه، باش يكون على بالكم، داروا ثورة كبيرة في الرياضة الجزائرية، وين باش جاو الرواسة في اللامسية وكلش، على بالكم بلي طردوا بالشيخ، بالشيخ راح يلعب في واد العلايق، طردوه على بالك، راح مع شحال قعد وقيلة، وعاودوا ردوه، ضربوا عليه وعاودوا ردوه، خاص كان يضغط بالأنصار تاع مولودية، كان هو كان الناس كانت ناس تضغط على الإدارة وكلش في ذاك الوقت، باش يكون على بالكم. باش يكون على بالكم وين خطره فاني كتهم محرز، وين زاتشي هو اللي طرد محرز، وش قال لهم في طوع يدخل زاتشي معاه، قال لهم زاتشي، قال لهم محرز هو اللي قال زاتشي ما تجيش تعيط لي، خاطش هو رفض وقال سعدان ما تجيش تعيط لي، هو يفرح كي واحد يقول لونتيا تاعو ما تجيش تعيط لي، هو عنده هذيك النقطه يحوس كاع الناس يديرهم باللي قال رفضوا ليكيب ناسيونال. باش يكون على بالكم، هذه هي تاع بالشيخ. بالشيخ الناس بالك كنت نهضر معاه اونسيا جوال، الحمد لله يا ربي مشان ندير نزوخ على خوتي ولا حاجه، بصح نهضر مع لي اونسيا جوال تاع ليكيب ناسيونال. قعد نهضر مع واحد قال لي يا ودي، قال لي شت، قال لي تشوف، قال لي كيفاش هذا بالشيخ هذا ماجر هذا، قال لي كويسي هذو، قال لي ما كانوش، قال لي قطعه اساسيه في المنتخب، قال لي كانوا يلعبوا لي ماتش اميكو، قال لي ما كانوش يلعبوا، قال لي ماتش اوفيسيال،
قال لي كي جابوا المحترف، قال لي كانوا يجي كانوا يلعبوا لي ماتش لي ماسامي كوبرك، قال لي خاطر على اللعابه محترفين ما يجوش، قال لي في بعض الكاليفيكاسيون تاع كوب دافريك قال لي ما كانوش يجوا فريق لعابه محترفين، قال لي كانوا، قال لي هذا القانون قال لي نعطيه، قال لي خاطر بالشيخ شا كان يهدر كان يقول باللي حنا بكري كانوا يجيبوا لعاب زوج ما يزيدوش، بصح هذه اكبر كذبه كنتوا تكذبوا على الجيل، الجيل الحالي لا ما كانش كيما ضروك الفيفا تحمي اللعاب المحترف ويسني والاولويه للمنتخب الوطني تاعه اي منتخب منتمي ليه يسني باش اونترينر متربص يروح ومحمي في العقد محمي الفيفا حاميته يعني لجنه تاع تاع اللاعبين المحترفين حامينه بكري ما كانتش كاينه مجادي عبد الله مجادي وين مونبيلي قلعت موناكو قلعت ضرباته ببروسي 8 ملايين فرون في ذاك الوقت، فرون في ذاك الوقت جاي يلعب هنا وقيله كاش تربص كان جا همالا ضربوه ب 8 ملايين فرون في ذاك الوقت باش يكون على بالكم. صوالح هذو رانا نحضروهم ماشي ماشي غير من ريسانا هذه صح هذه كان يقول لك باللي يودي كان يجي واحد زوج لا القانون ما كاش يحمي وكانت الاتحاد الافريقي في ذاك الوقت دايره على الاقل زوج لاعبين خارج افريقيا يجوا يلعبوا مع المنتخبات تاعهم سيد قاعد ماشي هذا قانون معروف وزيد هذا اللاعب اونسيا جوار بعد الرابعه ولا خمسه نهضر معاهم ويقول لك قال لك اودي حنايا حنا اللي وسخونا هذو اللي بانوا في الاذاعات قال لك هذو اللي بانوا في الاذاعات هما اللي وسخونا كانوا ساكتين حنايا واحد كيما دريد نصر الدين دريد جامي شتو هدر وما بغاش يدخل في المهزله تاع ماجر وزاتشي نهار اللي ماجر عيط له قال له انايا مانيش مساعد انا مدرب رقم واحد انا خير منك عندي لي ديبلوم خير منك انا ما نجيش نخدم معاك ماشي كيما كيسموه هذاك ايغيل وحاكم ايغيل وكام الاخر جمال مناد رخصوا رواحهم راحوا يخدموا تحت ماموريه تحت اماره تاع واحد ما عندوش ديبلوم راحوا يخدموا في 350 250 مليون في الشهر من اجل اموال ومن بعد خرج جمال مدان جمال مناد قال لهم كيما قال لهم ما كنتش نتفاهم معاه لا كهدرت انا الاول انت كنت تجي للبلاطوات مع خاساني كنت تدافع على ماجر وخاساني كان يقولنا بلعوه ماجر وحاج وجمال مناد خير منكم بلعوه وانت تضحك وتصفق عليه لا ما تجيش لو تقولنا بلي انا كنت قلت ماجر لا عيط لك ماجر قال لك كاين الدراهم روح رفد الدراهم وروح جيت رفد الدراهم وروحت حذية دارك انت يا دارك محضر بدني هذاك وليت نوض تحمي جوال انت انت اونترينير وليت محضر بدني ما تجيش تقصر علينا لا على بالنا وين هذو اللعابه شو كيفاش راهم كرهوا من هذو الناس قال لك احنا ما لعبوش معنا ما كانش هذا بالشيخ قطعه اساسيه في المنتخب الوطني باش كان يتكلم باسمنا قال لك حنا ولاو يتكلموا قال لكم بالعين علينا الصحافه ما يخليكش تهدر ما يجي عندك ما يفوت لك ميكرو باش تهدر ما يعيط لك باش تدافع واحد كيما بن صوله كاش ما شتو هدر واحد كيما بن صوله شتو تاج بن صوله شتو هدر عمر لا هدر تاج بن صوله شتو كاش النهار هدر ما هدرش شتو كيفاش الناس على بالك كارهين كاني تاج بن صوله راه يشوف فيها نهضر معاه نعيط له الشيخ كي راك نسقسي عليه وكلش نهضر مع ولده يعني ما شاء الله على بالك واحد الهضره يهدرها معاك ما شاء الله حاجه كبيره كاع والله الحاجه قمه تهضر مع قمه يخليك تحسن يخليك تهضر معاه باحترام كبير شوف قال لي قلت له الشيخ على ما تباش قال لي حنا عيطوا لها قال لي ما عيطولناش قال لي خاطر على قال لي غادي الصحافي انا كي يطرح لي سؤال على اللاعبين المحترفين غادي يقولوا انت اسكت هذو ماذا بينا ولاد الجزائر جاوا يخدموا بالجزائر هذه هي حنا ان شاء الله بربي نتمناو غير خير لبلادنا وقلنا لكم بالشيخ ما عندوش عيد ميلاد تاع الجزائر تاع الكره الارضيه زاتشي تاع لافاب زاتشي تاع لافاب اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وما الزبوج الرشا وما الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها
ألف هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها ألف هكتار لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها ألف هكتار لزاتشي فيه